هنا بخير وديرة العز في خير دولة قطر تصعب على من بغاها الله خلقنا يفعل شعار القمرة القمرة هولدينج هنا على الصدارة المركز الثاني الهديفي يصل يقدم اسما آخر الشبلة الشبلة العنود العنود والقمرة القمرة القمرة يا سلام يا سلام إذا تهانينا لصالح بن حمد القمرة من ظفرت العنود بهذه الشلفة الفضية ومع مضمرها حمد بن سالم بن جهويل هو من يقف خلف هذه البكرة التي حياكم الله مشاهدينا الأعزاء في لقاء مع الفائزين يسعدنا في هذه اللحظات أن نلتقي مع خالد بن حمد القمرة مالك العنود الفائزة بالشوط الشلفة الفضية الشوط المفتوح أبو حمد تستاهل الناموس إنجاز كبير يذكر وتشكرون عليه الله يسلمك لا شكر على واجب الله يسلمك سلالة العنود على ولد وعلى ولد مزاح الله يسلمك عاد شعار السندباد بعد غياب نقول من أشواط الرموز الحمد لله رب العالمين وإن شاء الله عاد حنا بغياب أفضل البكرة هذه حسب المعلومات أنها منتقلة ملكيتها قريب صار لها فترة والله يمكن من عند عبد الله من جار الله البخيت إنجازاتها جاية ثانية وعطها الأول يعني حصل على المركز الأول واليوم تكرر نعم كررت الشوط كيف شفته الليل والله الشوط قوي ما إيه بالله أعصاب أعصابي متوترة جدا الله يسلم الله وجهك تستوعب جمهورك في المستقبل إن شاء الله نوعدهم بالمزيد إن شاء الله وجهك أبو حمد والفوز لمن أهديه صاحب السمو الأمير شيخ تميم وللشعب ولمشجعينا كلهم